مرة تقر الحكومة الإسرائيلية بتجميد التطبيع مع السودان، كيف تقرأ هذا التطور؟ طيب هو أول أعتقد أن قريت التقرير هو ما إقرار من الحكومة المصرية بقدر ما هو رأي من الصحيفة المنشرة التقرير، باعتبار أن التقرير لم يأتي برأي رسمي من الحكومة الإسرائيلية. التطبيع جمد بطلب من الولايات المتحدة الأمريكية، معلومة منشورة اللي هي بعد انقلاب 25 أكتوبر تم الطلب من الحكومة الإسرائيلية بعدم الاستمرار في مسألة التطبيع مع النظام الموجود باعتبار أنه انقلاب على نظام مدني، وده منشور. بالنسبة للخبر عموما بتحدث عن يعني محاولة لإغراء الخرطوم بالعودة إلى ملف التطبيع من جديد. بظن تحدثت يعني ذكرت ثلاثة دول اللي هي أريتريا، أثيوبيا، جنوب السودان، ومن الممكن أن السودان يستفيد من هذا. إذا نظرنا للثلاثة دول بنجد أن هي ما استفادت أصلا من التطبيع بشيء. أريتريا نعلم ما يجري داخلها، جنوب السودان نعلم ما يجري داخله، وكذلك أثيوبيا. فماذا استفادت هذه الثلاثة دول من التطبيع مع إسرائيل لتستفيد الخرطوم من التطبيع أو من العرض؟ طيب هذا الملف، ملف التطبيع ملف معقد جدا، كيف ستتعامل الحكومة المدنية المرتقبة مع هذا الملف الذي هو يعتبر من أكثر الملفات تعقيدا؟ يعني هو أعتقد أنه أولا إحنا في الفترة السابقة الملف التطبيع لم يؤخذ بمسألة مصلحة السودان فيوشن، يعني ما جلست، اللي هو كان محاولة لاستقواء طرف على آخر، يعني محاولة لكسب نقاط. وده الحديث اللي بنكرره كثير عن استخدام قضايا استراتيجية في تكتيكات سياسية. يعني كان الملف مدار بطريقة إنه والله يا أخي منو اللي يسيطر على الدولة ومنو اللي يسرق في التطبيع مع إسرائيل ويستقوى بإسرائيل على الداخل السوداني. وبالتالي بظن إنه الحكومة المقبلة عليها إنها تدرس الملف بشكل جيد. من الممكن إنه يحقق السودان مكاسب من مسألة التطبيع مع إسرائيل باعتبار إنها هي باتت وكأنها شرط لدخولك أو النادي الدولي اللي بيوفر لك بعض التسهيلات. يعني أنا أعتقد أن التطبيع مع إسرائيل من الممكن أن يؤدي إلى ازدهار كامل في السودان، ولنا يعني نماذج في 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 دول مطبعة مع إسرائيل وعندها مشاكلها. ولكن التطبيع مع إسرائيل من الممكن أن يكون فيه مصلحة إلى حد، باعتبار أننا نحن دولة محتاجة أنها والله تثبت، لأننا في فترة من الفترات كنا في حالة حرب مع إسرائيل، بغض يعني معظم الدول العربية الأخرى لم تكن في حالة حرب. ويمكن إذا رجعنا وحصينا عدد الصواريخ السقطت على مناطق متفرقة من الصواريخ الإسرائيلية السقطت على مناطق متفرقة من أطراف السودان، إذا في شرق السودان أو في الخرطوم أو غيرها، اللي هي وحصينا عدد الصواريخ السقطت في لبنان وسوريا وقطاع غزة، نحن بنكون الرابعة والخامس يعني من الدول العربية اللي كانت في حالة حرب مع إسرائيل. وبالتالي طالما كنا في حالة حرب مع إسرائيل محتاجين إننا نثبت إننا والله يا أخي ما عندنا المصلحة في إننا نكون والله دولة مواجهة مع إسرائيل، باعتبار إنه القضية العربية هي قضية في دول أولى بها مننا نحن كسودانيين، وهي أكثر تأهيلا للدخول في حرب مع إسرائيل وأكثر ويعني أكثر عروبة منا، خلينا نكون صادقين، لأن نحن دولة فيها شتات مختلف من الأجناس. وبالتالي ما من الحكمة إننا نحن نتبنى القضايا العربية أكثر من العرب أنفسهم، ودي محتاجة في إن والله نصل تفاهم مع المجتمع الدولي وتفاهم مع إسرائيل نفسها في إن والله نحن وبشكل عليه. بحسب تل أبيب الوضع يحتاج إلى دفعة نهائية من كلا الجانبين، هذا بعد ذكر في الخبر. ما هي توقعاتك لملف التطبيع خلال المرحلة المقبلة، وهل سيتنازل الجانب العسكري عن هذا الملف؟ أنه هو الذي بدأ هذا الملف، هو مش يتنازل الجانب. أنا أعتقد أنه الملف هو ملف عسكري بالمقام الأول، خلينا نكون صادقين فيه. والمدنيين ما أصحاب مصلحة في أنهم هم يكونوا في واجهة ملف تطبيع مع إسرائيل، باعتبار أنه إسرائيل هي دولة داخلة، يعني دولة مواجهة مع عدد من دول المنطقة، يعني عدد كبير جدا. والأجدر بقيادة الملف هي الجهات الأمنية والعسكرية، باعتبار أنها هي زي ما قلت لك الملف مش تطبيع سياسي، هو تطبيع لأننا نحن ظلينا في فترة من الفترات معبر للسلاح لإسرائيل، ظلينا في حالة مواجهة إعلامية أو حرب كلامية مع إسرائيل. ظل السودان كأنه هو الدولة الثانية بعد الفلسطينيين في مواجهة إسرائيل. وبالتالي الملف هو ملف عسكري أمني بيتم بالتنسيق مع المدنيين، يتم فيه التفاهم على إنه والله التطبيع نفسه حيصل لغير، لأنه
إذا دعنا نتحدث عن إسرائيل ذاتها هي دولة، أعتقد أنه ما تنقل الفضائيات وما ينقل الأخبار والإعلام وإلى آخره، يعني من السذاجة بمكان في أنك أنت بتقول والله أنا بصل معاه لعلاقات طبيعية، باعتبار أنها هي دولة منتهكة لحقوق الإنسان، دولة محتلة لدولة أخرى، دولة يعني يوميا بيحصل تقتيل للشعب الفلسطيني، يوميا بتحصل انتهاكات يعني تصل درجة البشاعة في إسرائيل نفسها. وبالتالي إذا دار تقول والله أنا من الممكن أن يكون عندي علاقات طبيعية معها، أعتقد أنه ده فيه سزاية، ولكن لابد أن علاقات في حدها الأدنى في ملف أن والله أنا ما خاش في مواجهة عسكرية مع إسرائيل، وده ملف عسكري، وبالتالي وضع الملف في أنه والله يكون في يد العسكر ولا يكون في يد المدنيين في التجاذبات الداخلية، ده الأضر بالفترة السابقة في الوصول لاتفاق مع إسرائيل واتفاق مع المجتمع الدولي في الفترة السابقة، بأنه زي ما قلت لك أنه الملف استخدم للاستقواء الداخلي. فالملف يجب أن ينظر له كملف استراتيجي قومي بمثل الأمن الوطني، وبالتالي يتم نقاشه بالجهة اللي هي أقدر على الوصول لاتفاق. نعم، أشكرك.